كنت مأيسة من الخدمة، دونك زعما باش يجي الحظ عندي وباش نخدمها حاجة صعيبة شوي. كنت نحب نتخرج نخدم بشهادتي، ما نحبش نخدم فلاحة. الدومين متاع البل عادة حكر على الرجال. أنا طفلة ما تحملش المسؤولية، عندنا العقلية هذه كلها في بني خديش، ما فماش طفلة تتحمل المسؤولية. والله إيش باش نقول لك، تبدلت فيها برشا حاجات. نحب بناتي هذوتي 13 طفلة، نحب نخرجهم يدقوا باب الإدارة ونحبهم يوصلوا، ما نحبهمش يقعدوا متهمشين ومتهمشين في ديار الباط. هكا ريتك الباب الكبير اللي يتحل لي، المشروع هذا كان بمثابة الباب الكبير اللي تحل قدامي. أنا ما زلت ماشية لقدام، والتوخير التالي ما نوخرش. كل بنية في المنطقة هذه تحلم أن يكون عندها مورد رزق. إحنا صحيح نخدمو تو مش ما نخدموش، أما ماهوش هكا المورد رزق اللي هو باش تنجم تعيش بيه بنية ولا ربة بيت ولا لا، متاع مصروف في نهارها. الصنعة هذه بديتها من جداي ومن أمي ومن عماتي، نتعلم فيها من عمري 12 عام اللي نتعلم في الصنعة هذه. يعني نخمم فيها منين أنا صغيرة، غير ما عنديش وقت وما عنديش كيفاش باش نخرج. تاو كيف كبرت وليت وصلت في 36 عام وليت أنا بروحي نفهم. والله الفكرة انطلقت من معناها 2018 برسك، هيك عندي غرام بالحيوانات أنا بطبيعتي وكل شيء، وسمعت باللونسمون تاع المشروع هذا بحكم أني متخرجة من 2010 وما خدمتش وكل شيء، عندي شهادة جامعية الأستاذية في علوم الحياة والأرض. انطلقت الفكرة من ثم، حبيت نشارك في المشروع. دخلنا المشروع بالفكرة هذه اللي هي إلوفاج وفان انتنسيف دي بريبي، وصارت الموافقة الحمد لله. الفكرة جاتني سمعت عن طريق المجمع أنه فما يعطوا في بيوت مكيفة بشكون بدات متخرجين ولا ما عندهمش خدمة وكل شيء أون شوماج وفي الدار، باش يعاونوهم بيهم بالشروط هذية. خذيت البيت الأول المكيفة، خدمتها من الأول، نجحت في البيت هذاك، قدمت عام الأول في بيت أخرى، جاتني بيت أخرى خدمتهم الزوز والحمد لله نجحت فيهم ولا بأس الحمد لله. صحيح بقيت في الدار قريت شويتي، خدمت شوي تجارة، تحركتك شوي لين جيت فكرة البيت. على الأول رفضت الحق فكرة البيت خاطر ما عنديش عليها خبرة وما عنديش عليها فكرة، وخفت منها بصراحة أول مرة وكل شيء، من بعد تشجعت عليها. الفرصة جت الحق عن طريق صدفة، ماهيش ما كانش عندها بروجرام ولا عاملين برنامج ليها ولا ما كانش في بالي بها اللي فما كوفوز أصلا تخرج في الفلالس. عملنا الفورماسيون تاعنا وخديت الكوفوز وبدينا الاكسبيريونس بشويه بشويه. فكره المشروع بدت في 2016 عن طريق مجمع التنموي الفلاحي منزلة مقر بشراكة مع البروديفيل. الجروب بدينا في الخدمه 21 بنيه، حبينا نستقلوا وحدنا، حلينا جديه وحدنا اللي هي مجمع تنموي نسائي هذا في 3 جان في 2018. جتني الفكرة هذه اللي قلت خلينا نعملوا مجمع تنموي نسائي تسترزق منه المرأة الريفية الموجودة في المنطقة هنا، وحسينا أن لازم هنسي هي اللي تتعامل على روحها وتعمل هيكل اللي هي تنضوي تحته. القصة ملهاش برشا من اللي تولدت. البداية كانت مع مشروع البرودفيل، قدمت كونديداتور في مشروع، فكرة المشروع تتمثل في ورش لتسمين القعدان. المشروع هذا معناتها في بنغردان وحتى في تونس الكل تسمى حاجة إنوفون. كيفاش معناتها من أمة معناتها من مرحلة السيفراج نجيب القعود ونسمنا في ورشة في انكلو معناتها في ان ليتيير.
البروجي هذا انوفون في انه في العاده العباد مش مستانس انها تسمن القعود، تسمن نقولوا احنا الخرفان، تسمن الدجاج، معناتها تربي الدجاج والكل، اما القعود مش مستانسين. كنت شخم في البدايه، كنت بحكم السبيسياليتي نتاعي ايكونوميا اغريكول يا غوراليمونتير، دونك ماشي في توسكي لي زيتود اغريكول، التوجه نتاعي كان غادي. مي كي جاتنا الفرصه الغرام اللي كان قبل والكل، حسيت كلي لقيت فرصه، وكنت من الناس المحظوظين اني نكون بارمي العباد سيليكسيوني باش يتمولوا في المشروع هذا. ما كانت عندي بها حتى علاقه في الحق بالله، كان قرايتي والدار، قضيت الدار شويه هكا مع امي، وكهو الفلاحة مع بابا فلاح واخواتي يخدموا معاه كل شيء، لكن اني ما عندي علاقه حتى بها، لا من بعيد ولا من قريب الفلاحة. في الاول لقيتها الحكايه صعيبه شويه، متخرجه الكتريسيتي وبشرب بالدجاج، دونك حاجه بعيده شويه على بعضها، لكن بعدين مع الوقت وكي شفت الفلوس هكا صغير وتعاملت معاه ويتربى ويكبر ويمرض برشا ونداوي ونسال ونجري ونجري عليها، بدا يفهم غرام بيهم ويعجبوني وبديت نحبهم وتعلقت به المشروع نتاعي. ما كنتش مغرومه بها الفلاحه، ما كنتش نفكر، كنت نحب نتخرج نخدم شهادتي، ما نحبش نخدم فلاحه، بالرغم اهلي يخدموا في الفلاحه ما نحبهاش. ومن بعد عجبتني فكره البيت وكل شيء، بقيت لحد الان نخدم في الفلاحه. يعني لو المره نخدم بالشوي بشوي في داري، وبعتلي مشيت يعني باش ندير المشروع هذا، مشيت للإدارات باش طلبت منهم المساعده اللي هم ساعدون، كانت نخدم على منسز الخشب، توا بدلتها يعني باش ننسز، نبدل الطرق نولي ننسز على الماكينه نتاع الحديد. البروديفيل هي اللي مكنتني وهي اللي خرجتني، هي اللي فهمت معناها. قبل كنت في 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 اطار ضيق، وتو بديت نتفرع بشوي بشوي، ما عاد عندي حتى حاجه مشكله باش نقعد فيها لنخمم فيها زي قبل، زي تو وليت خير من قبل بياس، خاطر انا تو بديت عندي نشاط وعندي حاجات بديت نفهم فيها، كل يوم نلقى روحي حفظت حاجه جديده. اول بروجي بدينا في جديه تقطير اعشاب طبيه وعطريه، اللي كانت عندنا عليه فكره، اللي عملنا فورماسيون في جديه، زدنا عملنا فورماسيون اخرى مع البروديفيل في اللي في الجي، مقسمين الادوار، شكون يجيب دي بلونت، شكون يقطر، شكون يعمل لهم امبلاج، شكون يخرج المعارض. بعثنا البرودوي نتاعنا حتى لفرنسا وتباعت. بالنسبة للبروديفيل بدل برشا حاجات، أعطتني فرصة متاع خدمة، كنت مأيسة من الخدمة، عندي حتى عماتي معناتها متخرجين أساتذة وبطالة كناس الكل، دونك زعما باش يجي الحظ عندي باش نخدمها حاجة صعيبة شوي. بروديفيل أعطتني فرصة باش نخدم، وليت عندي شهرية بريسك فيكس، شهرية متاعي تتراوح ساعات ما بين 800 للمليون و500، ساعات اكثر ساعات اقل، كل شهر وكيفاش، الحمد لله يا ربي. انا واحده من الناس، انا طموح، نحب نجرب برشا حاجات، نحب ممكن كي تبدا هكا اللي يبدا ما عندكش المويه، ما عندك ما تعمل معناها، بالحق تبدا تنقصك برشا، معناتها الفلوس هو قوام الاعمال، من غير الفلوس ما عندك، ما المشروع هذا يمثل لي هكا ريتك الباب الكبير اللي يتحل لي، المشروع هذا كان بمثابه الباب الكبير اللي يتحل قدامي. اني شاده صحيح في المشروع، وصدقني قريب ممكن حتى شو نقول لك نبيع لي، انني هكا معناها مش من التيب نتاع خذي بروجي باش معناها يقص ويأيس ويبيع. الدومين نتاع البل عاده حكر على الرجال معناها، وهي راه ثم ريزون في الحكايه، خاطر تحب لها برشا معناتها ايفور فيزيك، مش بالساهل انك تجيري معناتها. ديجا كانت من كانت من الشهادات اللي سمعتها في مجارنا سارح عمره كامل مع البل، قال لي شافو.
عندنا العقلية هذه كلها في بين خديش، ما فماش طفلة تتحمل مسؤولية في العمر هذا، مستحيل تتحمل مسؤولية متاع منطقة ولا تتحمل مسؤولية متاع جهة. طفلة في المنطقة هذه ما تخرجش، كانها لقيت مورد رزق تخدم هنا، ما فماش شد الدار. المشروع هذا ماذا بيه ليه؟ ليه بيه 5 سنين التالي، أما أنا هذا وين وصلت بيه؟ وماذا بيه ما زلت ماشية لقدام أنا باش نخليه لبناتي. خاطر احنا قبل كنت عايشة في الريف ما نعرفش نمشي ندق باب لدار، هم ولوا فهموني وليت وصلت باب لدار. نبغي 30 ولا 40 طفلة تخرج زي، نحب نخرج، نحب بناتي هذوتي 13 طفلة نحب نخرجهم يدقوا باب لدار ونحبهم يوصل، ما نحبهمش يقعدوا متهمشين ومتهمشين في ديار باط. أنا ما زلت ماشية لقدام، والتخير التالي ما نوخرش.